السلام عليكم، معكم علي. أهلا وسهلا بكم في درس جديد. نتكلم في هذا الفيديو عن زمن جديد، The Future، المستقبل. طبعا زمن سهل جدا، في عندنا بعض الملاحظات ننتبه لها أثناء شرح لهذا الزمن. كما قلنا سابقا، كل زمن باللغة الإنجليزية يجب أن نعرف عنه 7 أشياء. For يعني شكل الفعل، Use الاستخدام، متى استخدم الزمن هذا. General Rules إذا قواعد عامة. Question سؤال. Short Answer إجابة قصيرة. نيجاتيف نفي وادفيربس. اذا دائما وابدا كما شرحنا الازمنه الماضيه، دائما تسمع كلمه زمن يجب ان تعرف 7 أشياء هذه وتحفظها بالترتيب مخيلتي. فورم شكل الفعل، بعدين يوز، جنرال رولز، كويستشن، نيجاتيف، وشورت انسر، وادفيربس. بهالطريقه هذه بتكون علي الازمنه سهله كثيرا. كما نعلم للحديث عن الفيوتشر المستقبل، في عندنا عدة أشكال للحديث عن المستقبل. اليوم فقط نتكلم عن well. well وبعد يكون الفعل بالتصريف الأول. إذا أحد الطرق اللي أتكلم فيها أو أكتب عن المستقبل هو استخدام well والفعل بالتصريف الأول. نتابع في فيديوهات لاحقا إن شاء الله عن الحالات الأخرى اللي تعبر أيضا عن المستقبل. نبدأ في form شكل الفعل. الفعل بالفيوتشر المستقبل مكون من جزئين، well و verb 1 فعل بالتصريف الأول أو بالشكل الأول الفعل. كما نعرف أي فعل له 3 أشكال، بيكون عندنا eat هو present المضارع، verb 2 ate، verb 3 eaten. إذن دائما نستخدم بعد well الفعل يكون بال verb 1. ننتبه لهذه الملاحظة، well تأتي مع جميع الضمائر، يعني مع I, he, she, it, we, you, they. I will, he will, she will, it will, we, وهكذا. أيضا مع plural، مع الجمع، مع singular أيضا will. إذا will تأتي مع المفرد ومع الجمع. نأخذ مثال، they will write a new story. They will write a new story. لاحظ الفعل بهذه الجملة will write جزئين. لا نقول write هي الفعل، لو كان write they write a new story يكتبون قصة جديدة، هذا present simple. إذا المضارع بسيط، يجب أن نستخدم will write، بالتالي تكون future مستقبل والفعل يكون مكون من جزئين. They will write a new story. نترجم will بسوف أو سن. إذا بالعربي نقول سين للتسويف، إذا سوف أو س. They will write a new story. سيكتبون قصة جديدة أو سوف يكتبون قصة جديدة. إذا نستخدم مع they will. She will drive her new car. سوف أو ستقود سيارتها الجديدة. الاستخدام الأول للمستقبل to express predictions based on opinions or beliefs، للتعبير عن تنبؤات، predictions تنبؤات، based on تعتمد على opinions آراء وليس facts وليس حقائق، or beliefs أو اعتقادات، اعتقاد معين ممكن يكون صعب أو يكون خاطئ. in the future في المستقبل، نضع كما everyone كل شخص أو كل أحد will depend on سوف يعتمد على، لاحظ depend on يعتمد على online shopping، يعتمد على التسوق online. لاحظ الفعل هو will depend، إذا هذا الفعل will depend will والفعل بالمصدر، المصدر يعني التصرف الأول للفعل. إذا أول استخدام للحديث عن تنبؤات تعتمد على آراء، ممكن تكون correct أو incorrect، ممكن تكون صحيحة أو غير صحيحة، لكن أتوقع أو أتنبأ للمستقبل. In the future everyone will depend on online shopping. الاستخدام الثاني للfuture to express a sudden decision made at the moment of speaking، التعبير عن قرار مفاجئ قررته أو اتخذته at the moment of speaking في لحظة التكلم. يعني وانا بتكلم فجأة اتخذت قرار اني راح اعمل شيء في المستقبل. I think
أعتقد أو أظن أو أحسب. I طبعا هي I will buy myself سأشتري لنفسي some new books بعض الكتب الجديدة. ملاحظين؟ will buy هي الفيرب الفعل. عندما أقرر قرار أو أتخذ قرار في لحظة التكلم أني أعمل شيء معين في المستقبل أستخدم will. will والفعل بالتصريف الأول أو بالمصدر. إذا to express a sudden decision made at the moment of speaking. decision قرار. sudden مفاجأة. made at or made يعني اتخذ أو قرر at the moment of speaking. الاستخدام الثالث للفيوتشر المستقبل to express fixed intentions. intention نية. intentions نوايا. fixed intentions نوايا معينة أو نوايا محددة. or promises وعود. يعني عندما أعطي وعد معين محدد شيء معين أستخدم أيضا will والفعل بالمصدر. I will always be your friend. سأكون لاحظين دائما صديقك. إذا هذا نيتي أو اتخذت قرار وعد. إذا أستخدم will والفعل بالتصريف الأول أو infinitive بالمصدر. لاحظ will لا نكتب I will am لنعرف I تأخذ am. دائما بعد will يأتي الفعل بصيغة المصدر. مصدر فعل الكون هو be. دائما مصدر فعل الكون be. إذا لا نقول I will am I will be. سأكون نترجمها سأكون. إذا دائما I will be نترجمها سأكون أو will be سأكون. أينما شاهدتها أترجمها سأكون. إذا الاستخدام الثالث لنعبر عن نوايا معينة أو محددة أو وعود. الاستخدام الرابع to make a request or an offer لصنع طلب أو لتنفيذ طلب or an offer أو عرض. إذا request طلب offer عرض. Will you listen a minute هل تسمع للحظة أو لدقيقة. إذا هذا طلب request. Will you listen a minute هل تسمع لدقيقة. I will make some tea if you like. I will make يعني سأصنع شاي أو بعض الشاي if you like إذا تحب. إذا هذا شو offer. أيضا نستخدم will. I will make some tea if you like. إذا to make a request or an offer أيضا نستخدم future. أيضا الشيء الثالث لازم أعرف عن future general rules قواعد عامة. I will go to the mall سأذهب إلى المول. لاحظ will أختصرها أضع apostrophe double L يعني will نحذف ال W I نضع بدل عنهم apostrophe. I will go to the mall ممكن ودائما من الأفضل عند الحديث أستخدم الاختصارات. I'll go to the mall or I will go to the mall. إذن الحالتين صحيح. Make a question لتشكيل سؤال. To make a question لتشكيل سؤال شكل سهل جدا. فقط أضع will في بداية الجملة فقط لا غير ولا أعمل أي شيء في الجملة. فقط في نهايتها أيضا أضع question mark علامة استفهام. لاحظ الجملة الأولى will he bring the food يعني هل سيجلب أو سيحضر الطعام. خلصنا هذا سؤال. هل سيحضر نترجمها هل سوف أو هل س. الجملة الثانية فقط نضع will في بداية الجملة. Will they clean the car هل سينظفون السيارة. فقط كما قلنا من قبل زمنين هو present simple نستخدم do وداز نضيفه من عندنا بالباس سمبل ديد. باقي الأزمنة الفعل المساعد موجود داخل الجملة. لاحظ ويل هو الفعل المساعد بالفيوتشر فقط نضعه في بداية الجملة أثناء تشكيل السؤال. To make short answer لأجيب إجابة قصيرة. Will they play football هل سيلعبون كرة القدم. دائما وأبدا الفعل المساعد الموجود في بداية الجملة أسأل به. سألني بويل راح تكون إجابة بويل.
نضع يس كما فول ستوب، نو كما فول ستوب. ويل ذي تصبح رجعها ذي ويل، يس ذي ويل، نو ذي ويل نوت، يس ذي ويل، نو ذي ويل نوت. اذا دائما وابدا الفعل المساعد اللي يسال به اجيب به مع كل الازمنه لتشكيل نفي او انفي جمله معينه في المستقبل. ويل اضع بعدها نوت تصبح ويل نوت. اختصر ويل نوت ب وونت. اذا اختصار ويل نوت نحفظها وونت. اللي يحب يرجع على درس الاختصارات لافعال مساعده فيديو كامل للجميع على الافعال المساعده واختصاراتها باللغه الانجليزيه. He will travel to USA. اذا سيسافر الى الولايات المتحده الامريكيه. لاحظ نريد ان ننفي هذه الجمله، ننفي الجمله يعني ننفي الفعل، فقط نضع بعد will not تصبح he will not travel to USA. ونترجم will not سوف لن، will not سوف لن، أو won't سوف لن. إذا نختصر هذه ممكن he won't travel to USA، سوف لن يسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذا لنفي الجملة بالفيوتشر فقط نضع بعد will نضع not. إذا أردنا أن نختصرها نختصرها ب won't. Adverbs الظروف أو الدليل الزمني بالنسبة للفيوتشر. كل زمن نعرف فيه له أدلة زمنية تشير إلى هذا الزمن أو لمعرفته. Next next القادم أو التالي. Tomorrow غدا. إذا هذه الظروف تأتي مع الفيوتشر مستقبل. They will ask you for help tomorrow. سيسألونك أو سوف يسألونك للمساعدة غدا، يعني سيطلبون المساعدة منك غدا. لاحظ tomorrow غدا، هذا نسميه time adverbs. إذا ظرف زماني بالتالي يأتي مع المستقبل. ماذا يعني المستقبل؟ يعني يكون will والفعل بالتصريف الأول infinitive أو الفعل بالمصدر. إذا شو دلنا على أنه هذا الفعل مستقبل؟ الظرف tomorrow معناته استخدم future المستقبل. ماذا يعني استخدم future المستقبل؟ انه يكون عندنا will الفعل بعده، يعني will و infinitive المصدر بعد will. بهذا الشكل انهينا درسنا لهذا اليوم، تكلمنا فيه عن future المستقبل باستخدام will. احد الطرق ليعبر عن المستقبل هو استخدام will. تحدثنا كيف اشكل الفعل، كيف استخدمه لهذا الزمن، وايضا في عندنا شو القواعد بالنسبة للfuture، القواعد العامة. أيضا تكلمنا كيف أشكل سؤال وكيف أجاب إجابة قصيرة، كيف أنفي الجملة، وما هي الظروف الأدفيربس، الظروف اللي تأتي مع زمن الفيوتشر. أتمنى قدمت شيء للفائدة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة ووضع لايك للفيديو وترك تعليق في نهاية الفيديو ليصلكم كل جديد. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.